بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان. أضواء من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة للشيخ صالح ابن فوزان الفوزان حفظه الله. الدرس الثامن بعد المئة الثانية. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. يمضي الشيخ رحمه الله في الكلام على الحقيقة والمجاز، فيقول إنه لا يمكن أحدا أن ينقل عن العرب ولا عن أمة من الأمم أنه اجتمع جماعة فوضعوا جميع هذه الأسماء الموجودة في اللغة ثم استعملوها بعد الوضع، وإنما المعروف المنقول بالتواتر استعمال هذه الألفاظ فيما عنوه بها من المعاني. فإن ادعى مدع أنه يعلم وضعا يتقدم ذلك فهو مبطل، فإن هذا لم ينقله أحد من الناس، ولا يقال نحن نعلم ذلك بالدليل، فإنه إن لم يكن اصطلاح متقدم لم يكن الاستعمال. قيل ليس الأمر كذلك، بل نحن نجد أن الله يلهم الحيوان من الأصوات ما به يعرف بعضها مراد بعض، قد سمى ذلك منطقا وقولا في قول سليمان علمنا منطق الطير، وفي قوله قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم، وفي قوله يا جبال أوبي معه والطير، وكذلك الآدميون. فالمولود إذا ظهر منه التمييز سمع أبويه أو من يربيه ينطق باللفظ ويشير إلى المعنى، فصار يفهم أن ذلك اللفظ يستعمل في ذلك المعنى، أي أراد به المتكلم ذلك المعنى، ثم هذا يسمع لفظا بعد لفظ حتى يعرف لغة القوم الذين نشأ بينهم، من غير أن يكونوا قد اصطلحوا معه على وضع متقدم، بل ولا أوقفوه على معاني الأسماء. وإن كان أحيانا قد يسأل عن مسمى بعض الأشياء فيوقف عليها، كما يترجم للرجل اللغة التي لا يعرفها فيوقف على معاني ألفاظها، وإن باشر أهلها مدة علم ذلك بدون توقيف. نعم، قد يضع الناس الاسم لما يحدث مما لم يكن من قبلهم يعرفه فيسميه، كما يولد لأحدهم ولد فيسميه اسما إما منقولا وإما مرتجلا. قد يكون المسمي واحدا لم يصطلح مع غيره، وقد يستوون فيما يسمونه. وكذلك قد يحدث للرجل آلة من صناعة، أو يصنف كتابا، أو يبني مدينة ونحو ذلك، فيسمي ذلك باسم لأنه ليس من الأجناس المعروفة حتى يكون له اسم في اللغة العامة. قد قال تعالى الرحمن خلق الإنسان علمه البيان، قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء، وقال الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى، فهو سبحانه يلهم الإنسان النطق كما يلهم غيره، وهو سبحانه إذا كان قد علم آدم الأسماء كلها وعرض المسميات على الملائكة كما أخبر بذلك في كتابه، فنحن نعلم أنه لم يعلم آدم جميع اللغات التي يتكلم بها جميع الناس إلى يوم القيامة، وأن تلك اللغات اتصلت إلى أولاده فلا يتكلمون إلا بها، فإن هذا كذب ظاهر، فإن آدم عليه السلام إنما ينقل عنه بنوه، وقد أغرق الله عام الطوفان جميع ذريته إلا من في السفينة، وأهل السفينة انقطعت ذريتهم إلا أولاد نوح، ولم يكونوا يتكلمون بجميع ما تكلمت به الأمم بعدهم، فإن اللغة الواحدة كالفارسية والعربية والرومية والتركية فيها من الاختلاف والأنواع ما لا يحصيه إلا الله، والعرب أنفسهم كل قوم لكل قوم لغات لا يفهمها غيرهم، فكيف يتصور أن ينقل هذا جميعه عن أولئك الذين كانوا في السفينة؟ وأولئك جميعهم لم يكن لهم نسل، وإنما النسل لنوح وجميع الناس من أولاده وهم ثلاثة، سام وحام ويافث، كما قال الله تعالى وجعلنا ذريته هم الباقين، فلم يجعل باقيا إلا ذريته، وكما روي ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم
أن أولاده ثلاثة، رواه أحمد وغيره. ومعلوم أن الثلاثة لا يمكن أن ينطقوا بهذا كله، ويمتنع نقل ذلك عنهم، فإن الذين يعرفون هذه اللغة لا يعرفون هذه. وإذا كان الناقل ثلاثة فهم قد علموا أولادهم، وأولادهم علموا أولادهم، ولو كان كذلك لاتصلت. ونحن نجد بني الأب الواحد يتكلم كل قبيلة منهم بلغات لا تعرفها الأخرى، هو الأب واحد، لا يقال إنه علم أحد بنيه لغة وابنه الآخر لغة، فإن الأب قد لا يكون له إلا ابنان، واللغات في أولاده أضعاف ذلك. والذي أجرى الله عليه عادة بني آدم أنهم إنما يعلمون أولادهم لغتهم التي يخاطبونهم بها أو يخاطبهم بها غيرهم. فأما لغات لم يخلق الله من يتكلم بها فلا يعلمونها أولادهم. وأيضا فإنه يوجد بنو آدم يتكلمون بألفاظ ما سمعوها قط من غيرهم، والعلماء من المفسرين وغيرهم لهم في الأسماء التي علمها الله آدم قولان معروفان عن السلف، أحدهما أنه إنما علمه أسماء من يعقل، واحتجوا بقوله ثم عرضهم على الملائكة، قالوا وهذا الضمير لا يكون إلا لمن يعقل، وما لا يعقل يقال فيها عرضها. ولهذا قال أبو العالية علمه أسماء الملائكة، لأنه لم يكن حينئذ من يعقل إلا الملائكة، ولا كان إبليس قد انفصل عن الملائكة ولا كان له ذرية. قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم علمه أسماء ذريته، وهذا يناسب الحديث الذي رواه الترمذي وصححه عن النبي صلى الله عليه وسلم، إن آدم سأل ربه أن يريه صور الأنبياء من ذريته، فرآهم ورأى فيهم من يبص، فقال يا ربي من هذا؟ قال ابنك داود، فيكون قد أراه صور ذريته أو بعضهم وأسماءهم، وهذه أسماء أعلام لا أجناس. والقول الثاني أن الله علمه أسماء كل شيء، وهذا قول الأكثر كابن عباس وأصحابه. والدليل على ذلك ما ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في حديث الشفاعة، إن الناس يقولون يا آدم أبو البشر خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وعلمك أسماء كل شيء. وأيضا قوله الأسماء كلها لفظ عام مؤكد فلا يجوز تخصيصه بالدعوة. قوله ثم عرضهم على الملائكة، لأنه اجتمع فيهم من يعقل ومن لا يعقل، فغلب من يعقل. قال عكرمة علمه أسماء الأجناس دون أنواعها، كقولك إنسان وجن وملك وطائر. قال مقاتل وابن السائب وابن قتيبة علمه أسماء ما خلق في الأرض من الدواب والحوام والطير. وبهذا تنتهي هذه الحلقة، فإلى الحلقة القادمة بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.